برحب بحضراتكم مره تانية وبرحب بنجمتنا نور. بصيلي يا نور، بصيلي مهتمه قوي بالكاميرا. فوزكوا غالي قوي، كؤوس غاليه قوي، اكيد جت بعد تعب ومشوار طويل ومجهود كبير يا دينا يا كابتن الفريق. حقيقة. صح؟ لا والله تعبنا جدا بجد. اه والله. ازاي بقى؟ احكي لي بقى المشوار الصعب ده انجزتوه ازاي؟ هو بصراحه يعني هو الموضوع بدأ برضو من بدري شويه. احنا كنا خرجنا من دور الثمانيه في كاس مصر. ودي كانت حاجه بصراحه هي ما كانتش كويسه خالص، فكان عندنا تارجت كبير ان احنا ما كانش قدامنا غير الدوري، فاحنا كان لازم ناخده بصراحه. فضلنا ماشيين الحمد لله كويس جدا 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 لحد ما حصل فتره التوقف بتاعت كورونا دي، وطبعا هي اثرت على الناس كلها مش حد معين. بعد كده يعني شويه اول ما قالوا ان احنا هنبدا نرجع تاني كنا بنتمرن دايما سيشنز اونلاين كلنا في البيت، بنعمل زوم ميتنج كلنا وبنتمرن بس لما رجعتوا بعد فتره التوقف دي اكيد اشتغلتوا كانكم بتبداوا من اول وجديد من الصفر.